مطلوب من البرلمان القادم انه اهم حاجه انه يطهر الدوله من المفسدين اللي نهبوها وكلوها. اولا التعاون مع اجهزه الدوله والتعاون مع الرئيس السيسي، لان هم اجهزه الدوله والرئيس السيسي ادرى بمشاكل البلد في الوقت الحاضر. مهم تعيدوا مجلس الشعب اللي احنا محتاجينها تشريع القوانين، سن قوانين، مراقبه الحكومه، مناقشة الحكومة، استجواب الحكومة. انت عليك بقى مهام كبيرة جدا اللي هي تشوف مشاكل دايرتك دي ايه هي، انت هتعملها هتوفيها بان انت في مجلس الشعب وقريب من الوزراء. المطلوب ان يشوف يعني النائب يمثل الشعب في الدائرة بتاعته امام البرلمان تحت رقبة البرلمان، وان يصدر تشريعات جديدة وان يصدق على القوانين التي اصدرها السيد الرئيس. اولا مراجعه كل القوانين اللي صدرت من ايام مبارك لحد هذا التاريخ، ده اذا كان البرلمان ده بيعمل لصالح هذا الشعب. مراجعه كافه القوانين اللي تخدم الفقير قبل الغني والضعيف قبل القوي. انه يراجع القوانين اللي اصدرها رئيس الجمهوريه ويشوف مدى توافقها مع مصالح الشعب، يصدر قوانين جديده يراعي المشاكل اللي نشات عن القوانين زي قانون بتاع العاملين بالحكومه. البلد تفضل بخير، خد كل بيتك مصر تستاهل، ده يوم انده لجارك خد معك كل الحبايب، انزل جمع صحابك كلهم قول للقرايب، انزل صوتك امانة وامانة تقول للي غايب، انزل بعد قريب ينزل، انزل انزل قول له ان مصر بتناديله ومحتاجه له، انزل وان اللي مش هيروح لها مش ناسيها له، يشتري المصري فاهم عارف اللي في دومين، غلطنا مرة طب نعيد الغلطة ليه؟ شوف يا ابن بلدي كنا فين وبقينا فين، قول في المدارس والمصانع والشوارع، صح اللي نايم مش في باله قول له تابع، مصر النهاردة بتنادي له كله سامع وكلنا هننزل. بنتابع مع بعض الانتخابات، ودلوقتي زي ما احنا عارفين النهاردة تاني يوم في جولة الإعادة للمصريين في الخارج. التصويت للمصريين في الخارج هو أول يوم بالنسبة لجولة الإعادة هنا في مصر، ولكن بالنسبة للخارج هما بدأوا امبارح والنهاردة تاني يوم في التصويت في الخارج. وعشان كده هنتابع ايه هي الملاحظات الخاصة بالمصريين في الخارج في الانتخابات السنة دي مع المهندس إسماعيل أحمد علي، وهو أمين عام للاتحاد العام للمصريين في الخارج. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك، منورنا. ويعني السؤال الأولاني كالعادة، مشاركة المصريين في الخارج وهي المرة الأولى التي يشارك فيها المصريون في الخارج في الانتخابات البرلمانية، فكرة المشاركة في حد ذاتها بالنسبة للمصريين في الخارج ومدى إقبالهم عليها ووعيهم بضرورة هذه الخطوة المهمة جدا جدا في الاستحقاق الأخير لخارطة مصر الجديدة. طبعا عارفين ان اشتراك المصريين في الخارج في الحياة السياسية كان حدث لأول مرة وكان حدث جلل. طبعا أسعد المصريين في الخارج ان هم يتواصلوا مع وطنهم الأم. ودي طبعا دي من ضمن الحاجات اللي هي أسعدت المصريين. احنا عارفين المصريين في الخارج بيمثلوا حوالي عشر تعداد المصريين، يعني حوالي 9 مليون 10 مليون موجودين في الخارج. هي طبعا تجربه جديده، مش هنقول من 100% ابسطت الناس في طريقه الانتخابات،
الحاجة الجديدة طبعا دايما بيبقى فيها سلبيات وفيها إيجابيات. نتمنى إن شاء الله السلبيات اللي هي شفناها إحنا في الانتخابات أو في الطريقة نفسها موجودة السنة دي تكون في الانتخابات الجاية إن شاء الله إن إحنا نعالجها بإذن الله. الانتخابات في حد ذاتها الحقيقة كانت موضية في الجولة الأولى، كانت النسبة برضو مش إحنا مش زي ما كنا متوقعين الحقيقة لأسباب عدة طبعا إحنا يمكن كلنا بقينا عارفينها. بعيدا عن المشكلة اللي هم بيقولوا فيها السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس الجمهورية ليس له دخل إطلاقا في عملية الانتخابات زيادة نقص، لا ده راجل ليه برنامجه وليه شخصيته وليه قوته، وهو اعلنها اكثر من مره الحقيقه، يعني ان هو على مسافه واحده من كافه الاحزاب ومن كافه المرشحين يعني متواجدين في الانتخابات البرلمانيه، فاعتقد يعني مفيش مزايده على هذا الموضوع. بلاش ازاي احنا بنقعد نزايد علشان نعمل فتن، لا لا، السيد رئيس الجمهوريه الحقيقه الشعب المصري ظاهر ليه خلاص، ينسوا بقى اي حد هيعمل فتنه انساها. اما بالنسبه بقى لي انها قلت السنه دي او غير متوقعه، فطبعا بتجعل اسباب عده. ان شاء الله احنا نتمنى ان شاء الله في الايام الجايه ان احنا نتلافاها. الجوله الاولى كانت النسبه الحقيقه انا طلعت الحقيقه كان بيشرفني ان انا طلعت قبل الانتخابات بثلاث اربع ايام مع سيده وزيره القوى الهجره للكويت والاردن. الحقيقه الزياره دي رغم ان هي جت متاخره بصراحه وما اكتفيناش الا بدولتين، انما عملت تاثير زي ما احنا عارفين ان كانت نسبه اكبر نسبه تصويت موجوده في الدول العالم اللي كانت الكويت. عملنا شغل، قعدنا يومين هناك الحقيقه. ما ننساش ان الساده السفراء والقناصله اللي موجودين في الكويت الحقيقه والاردن طبعا احنا زرنا الدولتين، عملوا معانا شغل كويس، وكان معانا مع انا والسيده الوزيره كان معانا المتحدث الاعلامي للجنه العليا للانتخابات المستشار عمرو مروان. عملنا شغل وعملنا طلع ان الناس ما كانش عندها للاسف الشديد فكره عن المرشحين وعلى فكره عن عن طريقه الانتخابات القايمه ازاي والدوائر. وطبعا احنا عارفين ان دوائر فيها في دايره فيها واحد في واحد اثنين في ثلاثه في اربعه. لا، والنظام السنه دي جديد، يعني المره دي النظام مختلف، في قائمه وفي فردي بس. يعني الشكل ده ما كناش متعودين عليه قبل كده، فكان لابد من التنويه عنه، يعني سواء من خلال زياره السيده الوزيره او من غيرها، يعني ده عمل اساسي كان لابد من التنويه عنه للمصريين في الخارج بصفه خاصه. برضو انا بعيب على الاعلام الحقيقه بان هو ما كانش فيه اتاحه للمصريين سواء في الخارج او في الداخل على الاعلان عن النتيجه. احنا فوجئنا قبلها ب 10 ايام بدات الناس، حتى الناس مش عارفه، يعني الناس وانا جاي لحضرتك دلوقتي بيكلموني في السعوديه ان الناس مش عارفه مين هم المرشحين. طب هم بيختاروا ازاي؟ يعني هنا في مصر في الداخل عندنا نفس المشكله دي، بس انت قاعد اللي جنبك يقول لك كذا وتقعد تتكلم اللي عايز يروح يعني ويقعد يدور، يمكن الفرصه اسهل، بس اللي بره بقى بيعمل ايه؟ يعني ناخد فكره اللي عايش بره عايز يروح، يعني واحد نازل عايز يروح يختار بس مش عارف يعمل. لما الحقيقه احنا عملنا شويه اتصالات معاهم فاخيرا بقى يتصلوا باهاليهم في مصر. اختار مين؟ اختار مين؟ طبعا دي لان ما كانش في هيعملوا ايه طيب؟ اختار مين؟ اختار طب اختار اني قايمه، طب القايمه فلانه ده فلان. فاحنا برضه عاوزين الحاجات دي نتداركها في المرحله الجايه ان شاء الله او في الانتخابات الجايه. انما هو برضه في حاجات كتير جدا، يعني انا ليا صديق في السعوديه او في اسكندريه بيقول لي ان انا رحت لقيت في 46 واحد مترشحين في الفردي في محطة الرمل بالتحديد بقى عشان يبقى كلامنا يبقى صادق. قال انا ولا واحد اعرفه. واشكال جديده ولا حد قال من برنامجه ولا ايه بيعمل ايه ولا حاجه، قال بيت ملبوخ، فاضطريت ان انا اعلم على اي حد بقى كده. وده غلط يعني طبعا ده اكيد يعني خطأ. اللي هو حدي بادي دي ولا يعني ما ينفعش طبعا خالص. حضرتك بتقول حدي بادي ده فعلا اغلب الناس بيعملوا كده. فهي دي برضه ارجو من المسؤولين على الترتيب فيما بعد ان لازم يكون في اختيار صحيح. معين وبعدين يديهم فرصه بقى في نقطه كمان الناس اللي بتعيب. انا قبل الانتخابات بحوالي شويه الاعلام للاسف الشديد والقنوات الخاصه الحقيقه مشغولين باحمد عز طلع فلان سامع المصري مش عارف ايه. الله انا مش عايز دي، انا عايز الناس اللي دخلت بقى الانتخابات. فانا بنصح او بقترح
بان ان شاء الله في المرحله في الاماكن الجايه بان يكون في قناه معينه، القناه صحيح. دي تصرف عليها المرشحين مش تصرف عليها الدوله، ان يبقى في حاجات الكترونيه يطلعوا هم كل واحد يطلع يقول برنامجه ايه ويعمل في كل دايره في كل مكان، وهم اللي يصرفوا على الدعايه او الاعلانات على هذه القناه دي صحيح. دي هتحلو للمشاهد او تحلو للمصري سواء في الخارج او في الداخل، يبقى انا عارف حضرتك انت ايه برنامجك هتعمل ايه، انما انا شايف دلوقتي بخش بقول حادي بادي لا، واللي داخل يتكلم عن نفسه يتكلم عن برنامجه، لكن للأسف احنا كنا بنشوف يعني شبه كده كل واحد بيظهر مواطن الضعف في الجانب الآخر. مش مطلوب من حضرتك ان انت تقول الناحية التانية فيها ايه، مطلوب ان حضرتك تقول برنامجك الانتخابي عشان اللي بيسمعك وبيشوفك يقدر ان هو يتعرف عليك بشكل اكتر. باشمهندس، يعني بالتأكيد حتى الزيارات اللي بيقوم بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمختلف الدول سواء كانت الدول العربية او الدول الأوروبية، النهاردة تحديدا بيتوجه سيادة الرئيس يعني منذ قليل توجه في زيارة للهند والبحرين والإمارات، والعديد من القضايا المتعلقة بالوطن بيتم مناقشتها. هنا المصريين في الخارج، الارتباط بالقضايا القومية المهمة، الارتباط بالاستحقاقات اللي بتتم وآخرها الانتخابات البرلمانية، هل ده بقى فيه اختلاف من وجهة نظر حضراتكم؟ بتلمسوه ازاي من خلال المشاركة في العملية الانتخابية؟ بالتأكيد. أول حاجة طبعا حضرتك تلاحظي في سمة جديدة لرئيس جمهورية مصر على مدى العصور، اللي هي إن لما رئيس بيروح هناك يمكن إحنا أول مرة نشوف المصريين في الخارج بيسافروا ويستقبلوا هذا الزعيم البطل الحقيقه، لان انا بفخور بهذا الرجل الحقيقه، قابلته هو مشير مرتين ثلاثه، بس انا بحس فيه الوطنيه. فلما هو بيوصل هناك وتبص تلاقي المصريين بيسافروا من جميع جهات العالم، احنا لينا كاتحاد عام المصريين في الخارج لينا دور كبير قوي في تنظيم هذه الاستقبالات. بنبلغ كل اعضائنا اعضاء مجلس الاداره او رؤساء الاتحادات الفرعيه الموجودين في العالم انهم يطلعوا ويروحوا، مثلا في المانيا طلعوا من فرنسا وانجلترا وطلعوا من ايطاليا راحوا هناك استقبلوا، مش بتوع المانيا بس لا من جميع دول العالم. فكانت دي سمه حتى ليها لون جديد في العالم كله ما حصلش في التاريخ لا لامريكا ولا اي رئيس جمهوريه لاي رئيس دوله. فطبعا ان دل يدل على ان حب الشعب المصري لهذا الرجل، ده حاجه. الزيارات برضه عاوز انوه ان الزيارات اللي هي الجولات المكوكيه اللي عملها الحقيقه السيد رئيس الجمهوريه منذ توليه ناجحه 100%. الحقيقه افادت مصر سواء من ناحيه السياسيه الخارجيه، واحنا طبعا ملاحظين احنا مصر بقت تاخد الوضع الحقيقي والطبيعي بتاعها، يعني غير ال 30 سنه اللي فاتت. فمصر دلوقتي بقت الناس كلها بتتكلم عليها، لينا كيان ولينا لينا لينا كلمه وممكن لينا كلمه، ومش عايز اتكلم بقى اقول الدول العربيه اللي حوالينا عرفت من هي مصر، وكل دلوقتي بتقرب ليها. دلوقتي لقائه هو مع السيد مع رئيس بوتين برضه ليها تاثير، دلوقتي بقت هي جوهر الكلام في العالم كله. وهو ميزه السيد الرئيس لما بيقابل رئيس جمهوريه وبيعمل ما بيتكلمش، في سياسات لاتجاهات معينه لصالح العالم لصالح العالم العربي وصالح العالم اجمع. مش هنتكلم في السياسه احنا مالناش دخل فيها، بس احنا بنتكلم على جولاته ليها تاثير علينا؟ ليها تاثير علينا، لان هي دي طبعا دي بتساعد سياسه مصر الخارجيه ورفع شانها ومشاركتها في الحياه السياسيه الخارجيه، وفي نفس الوقت في الداخليه ان هو الراجل برضه ما بينساش بلده من جوه. احنا محتاجين مساعدات، مش قاعدين نمد ايدينا لحد، بس احنا لازم يكون في تبادل تجاري وفي تبادل سياسي وفي تبادل ثقافي وفي تبادل اجتماعي بيننا وبين الدول. مشوار الهند دي مهم جدا، الهند هو بينقي الدول اللي هي ليها افق في النواحي الصناعيه، واحنا عارفين ان الهند دلوقتي بقت متقدمه تجارب ناجحه، يعني قدرت انها يكون ليها تجربه. البحرين احنا البحرين دي صحيح لازم يكون في علاقات، يعني هو بينوع ما بين الدول اللي هو بيروح فيها، انه يربط علاقات تجاريه وثقافيه واجتماعيه مع الدوله والدول العربيه اللي هي ما راحهاش زي الامارات. لن ننسى فضل بعض الله سبحانه وتعالى الامارات في موقفها لغايه دلوقتي مع مصر، وهي من الدول اللي هي بعد هي والسعوديه والكويت الحقيقه اللي هم وقفوا مع مصر في موقف من بعد 25 يناير وبعد ثوره 30 يونيو المجيد. طيب
دلوقتي الانتخابات البرلمانية المفروض هتطلع مرشح بيمثل أو نواب يمثلون المصريين في الخارج مع وزيرة الهجرة دلوقتي موجودة، إزاي نقدر نستفيد؟ إزاي هل المصريين في الخارج دلوقتي حاسين إن فعلا ممكن يبقى في ربط ما بينهم وبين الدولة الأم، وكمان يبقى في استفادة من ناحيتين، يعني المصري في الخارج يستفيد من مصر ومصر تستفيد منه كمان؟ هو أن نصبنا في البرلمان 8 أفراد. الحقيقة الثمانية احنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يوفقهم ان شاء الله، واحنا موجودين معاهم. احنا لسه كنا في اجتماع امبارح في الاتحاد العام للصين في الخارج تعقيبا لكلام معاليك، ان احنا عاوزين لجنة تبقى في الاتحاد تعمل تربط مع الثمانية دولت، ولذلك احنا بدأنا نجيب من النجح دلوقتي تقريبا عشان نبدأ نعمل معاه نيجوشيشن ونعمل معاه ارتباط بحيث ان الثمانية احنا كاتحاد نقدر نوصل له المعلومة اللي هي في الخارج، لان الشخص اللي هو من 8 دولت مثلا واحد في السعودية واحد في النمسا واحد في كده، هو احنا بقى كاتحاد عندنا المشاكل العامة بتاع جميع الدول. طيب. فاحنا بننقلها لهم وهم بالتالي. باشمهندس معلش احنا هننتقل مع حضرتك لقنا علشان نتابع الحالة الانتخابية هناك. معانا زميلنا وليد هيكل. الو، صباح الخير يا وليد. صباح الخير عليك وعلى مشاهدي التلفزيون المصري وعلى القناة الثانية وبرنامج مصر جميلة. أهلا بيك، ونعرف الأجواء في محافظة قنا وما يدور داخل اللجان الانتخابية. بالفعل نحن متواجدين هنا في محافظة قنا لنقل سير العملية الانتخابية. منذ 9 صباحا تم فتح باب اللجان بالفعل في كافة الدوائر الانتخابية هنا في محافظة قنا. قنا بتدخل بالكامل جولة الإعادة في 7 دوائر كما ذكرنا، حيث لم تنجح الجولة الأولى التي جرت مطلع الأسبوع الماضي في حسم أي من المقاعد البرلمانية. لم يمض من الوقت سوى قرب ساعتين تقريبا، فمنذ فتح باب اللجان لا تشهد تلك اللجان حتى الآن سوى إقبال ضعيف من الناخبين، وهذا يدلل بالصورة التي تعكسها الكاميرا. دعيني أقول لك أن هنا في قنا اللجنة التي نحن بداخلها هي لجنة تم تخصيصها للسيدات، وهي من كبريات اللجان هنا في محافظة قنا. لعل الساعات القادمة بإذن الله تشهد إقبالا يكون نوعا ما متوسطا أو مكثفا من الناخبين هنا في محافظة قنا. ده اللي بنأمله إن شاء الله. طب في الجولة الأولى كان الإقبال برضو ضعيف ولا كان متواجد بصورة أكبر؟ لا، بالفعل الجولة الأولى هنا في محافظة قنا ذكرنا في خدمتنا الإخبارية وعلى شاشة التلفزيون المصري أن الإقبال كان شبه متوسط في الجولة الأولى. نأمل في جولة الإعادة لحسم المقاعد البرلمانية بإذن الله أن تشهد تلك اللجان إقبالا مكثفا في الساعات القادمة إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل وليد هيكل من محافظة قنا، شكرا جزيلا لك. وزي ما قلنا في بداية لقائنا مستمرين على مدار اليوم في التغطية الإعلامية الخاصة بالجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية. للأسف شديد وقتنا بيخلص بسرعة، لكن مستمرين زي ما قلنا في جولات الإعادة. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. مهندس إسماعيل أحمد علي الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، نورتنا يا فندم، نشكر حضرتك جدا. وبكده نكون جت نهاية حلقتنا النهاردة. إن شاء الله هنكون معاكم بكرة في حلقة جديدة من مصر جميلة.